The yoke and rod connection is subjected to a tensile force of 5 kN. هنا 5 كيلو نيوتن جهتين. Determine the average normal stress in each rod اللي هو 30 ملم و 40 ملم. And the average shear stress in pin A, انت بين A اللي هو طبعا متعرض لدبل شير between members. طيب السيجما بتساوي P over A. فأقدر أقول كده السيجما اللي هي في ال 30 ملم بتساوي 5 × 10³ على باي على 4.03، يعني حولتها المتر تربيع، هتساوي 5 × 3 × 4 على باي على 0.03 تربيع، طلع 7.07 أو 0.1 ميجا باسكال. طب والسيجما في ال 40 مليمتر؟ طبعا هتبقى أقل شوية، 5 × 10³ باي على 4.04 تربيع، 5 × 3 × 4 تقسيم باي تقسيم 0.04 تربيع، 3.98 ميجا باسكال تقريبا 4. كده خلصنا النورمال ستريسز. طب والشير؟ الشير ستريسز ده بتساوي بي اوفر اي، بس هنا 2A ليه؟ لان دبل شير، فالتاو هيساوي البي 5 نفسه 10³ تقسيم المسمار ده، يبقى فيه دبل شيل لان هيتوزع حمله على مستويين، فاتنين في باي على 4 في، قال لي الديامتر 25 مليمتر، ف 0.025 تربيع، 5 × 3 × 2 تقسيم باي تقسيم 0.025 تربيع، فطلع 5.1 ميجا باسكال. يبقى كده خلصنا سؤالنا.